خلينا ننتقل لمحطتنا التالية برحلتنا الصباحية، ومحطة مهمة بتهم كل الشباب والصبايا اللي عم يتابعونا اليوم. كيف بتسوق لنفسك، لمهاراتك، لإنتاجك؟ هو الهدف اليوم ترجم بطريقة مبتكرة ومميزة عبر معرض فني حمل عنوان الحياة ألوان، الذي أقامه المعهد التربية الفنية بمشاركة عدد من طلاب المعهد بهدف تدريب الشباب اليوم على كيفية التسويق لأنفسهم من خلال عمل الفني اليوم. أكيد نور، لنتعرف أكثر بشكل كيف كان تطبيق هذا الموضوع. يمكن نحن سابقا حكينا بكثير فقرات مع ضيفنا لليوم عن قديش مهم التدريب وقديش مهم ربط الشباب بسوق العمل. صحيح. اليوم معنا تجربة عملية طبعا مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور أكيد منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية، وفرح خوري وهي طالبة مشاركة بالمعرض. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، يسعد صباحكم. خلينا نبلش من خلال البداية، استثمار الفن من خلال معرض الحياة ألوان. تمام. هي النقطة كتير مهمة اليوم، كتير اليوم بنشوف الشباب عندهم مواهب وأمكانيات وعم يدرسوا من كل قلبهم، بس فكرة اليوم للتسويق لفنك لإنتاجك هو هدف أساسي كل شاب أو صبية بيطمح ليوصل له اليوم. تمام. نحن طبعا يمكن عاملين عده حلقات ومقدمين جمعيه اداره الموارد البشريه انه هي واحده من اهدافها بناء القدرات وتمكين الشباب لدخول سوق العمل. واحده من المهارات اللي احنا بنعلمها كثير وبندرب عليها شبابنا اليوم هو رياده الاعمال والتسويق للذات. صحيح. التسويق للذات هو اهم شيء. طبعا نحن باستضافه مديريه التربيه بمعهد يوشع منصور اللي هو معهد التربيه الفنيه، ووجود الطلاب اللي هن عملوا المعرض هن طلاب هذا المعهد، فنحن جزء من مسؤوليتنا المجتمعيه ان نقوم بتدريب طلاب هذول المعهد انه يقدم حاله لسوق العمل. المعرض كان يصير سابقا، ولكن هالمره كان له نكهه خاصه، هو انه دربنا العارضين اللي هن الطلاب انهم كيف يقدموا حالهم للجمهور وبنفس الوقت كيف يقدموا أعمالهم. فتحول الطالب من شخص عم يرسم مشروع تخرج أو لوحة كوظيفة إلى طالب هو عبارة عن صاحب مهنة، وهاللوحة هي بالنسبة له هي عبارة عن منتج. فحطيناه بموقف دائما للطالب بعدة تدريبات، وهو مارسها قدامنا قبل ما يفتح المعرض للببليك وتجي العالم كلها تحضره. ولأول مرة هذا المعرض يستمر لمدة أسبوع، ويأتي زوار من خارج المعرض وليسوا أساتذة وليس لهم علاقة بكادر المعرض معرض الاعتيادي. فهذا الشيء عطى الطلاب دافع قوي، قدمهم بطريقه انه حتى نحن من بعد التدريب تفاجات كثير قديش عطى نتائج، فكل واحد فيهم سوق نفسه وكانه من زمان هو رائد عمل، هو شخص من زمان عم يبيع منتجاته، هو شخص عم بيقدم حاله بطريقه كثير مختلفه، ما عاد الطالب النموذجي، وبالخص انه طلاب سنه ثانيه سنه تخرج للمعهد، فهن هلا على ابواب سوق العمل. صحيح. فكانوا بحاجه لهالموضوع. كثير مهم هذا الحكي دكتور منير، وسابقا حكينا كثير عن قديش ممكن الشخص يستفيد ببعض الدورات اللي بتكون بصلب عمله ممكن تفيده. بدي انتقل لك فرح، اول شيء اهلا وسهلا فيكي. ان شاء الله من الناجحين، ويكون هذا المشاركه بهذا المعرض مثل ما بيقولوا باب خير لسوق عمل. نحكي عن تجربتك، شو قدمتي ضمن المعرض وقديش فرقت معك يعني اليوم بعد ما خضعتي لهي التدريبات مثل ما بيقولوا قبل ما تدخلي على المعرض؟ هلا انا شاركت بلوحة بورتري كبيرة قياس 170 بعنوان لا للعنصرية. حبيت ضوي على هاي الفكرة باعتبار انه غير شوي عن باقي افكار اللوحات، وشي عبر عن شخصيتي، وكمان بتعبر عن الفن الحديث يلي بيتمحور على الالوان الجريئة. فانا حبيت هذا الموضوع. طبعا عملنا دورات باشراف الدكتور منير رئيس ادارة موارد التنمية البشرية، وكتير ساعدنا بصراحة وكتير مفيد، وعلمنا كيف نحن نقدم حالنا لسوق العمل كرواد عمل وبالطريقة الصحيحة لحتى نعرف نحن كيف نعرض لوحاتنا وكيف نجذب اهتمام المتلقي. طيب دكتور منير، حكيت خلال حديثك معرض الحياة ألوان سنويا يقام، بس المختلف اليوم انه الطلاب خضعوا لتدريبات علمتوهم كيف يقدموا اعمالهم وكيف يقدموا نفسهم للجمهور. خلينا نحكي عن هي التدريبات شو هي، لانه يختلف احيانا ممكن نفس الطلاب يخضعوا لنفس التدريب بس بتلاقي شخص مختلف اليوم بتقديم نفسه وتقديم اعماله. شو هي التدريبات، على شو اساسا ركزتوا من خلال هي التدريبات؟ تمام.
خلينا نحكي عن الشيء المختلف في هذا المعرض. عادة هذا المعرض بيصير بس للكادر الموجود داخل المعهد وزوار المعهد الاعتياديين اللي هن عبارة عن أساتذة ومعارفهم. أما هذا المعرض تميز أنه فتحت الأبواب لكل الجمهور الخارجي المهتم بالفن، فصاروا عم يشوفوا ناس غرباء. فهون وقت يجي ناس غرباء هن أشخاص أحيانا مهتمين ولكن ما عندهم أي فكرة عن اللوحة شو بتحوي معاني وأفكار. ما حدا بيعرف هي الأفكار وراء رسم أي لوحة مثل ما حكيت العنسة فرح غير صاحبة اللي راسمها. لحنا قلنا له بسؤال كتير بسيط، إذا سألك حدا من هدول الناس الزوار احكي لي عن هاللوحة وشو الفكرة وراها، فهو كان متلبكين الطلاب انه طب شو بدنا نحكي، احنا هي شغله استخدمنا الوان. طب قلت لك كيف بدك تعبري لهذا المتلقي عن الالوان؟ هذا ما بيعرف انه هي الوان زيتي ولا الوان شيء، هذا بيعرف ساعات عمل تعب وبيعرف تماما شو الفكره وراء اللوحه وليش لازم يشتريها وهي لوحه متميزه. من خلال حديثك حيحب اللوحه وحيعيش الجو تبعها. فهذا الشيء اللي احنا خضعنا لهم اياه، يعني احنا طلعنا الافكار من جواتهم وخليناهم بسطور كثير منمقه وبسيطه ومريحه انه يحكوا فيها عن نفسهم بدون تلبك. فهن كان عندهم طبعا احنا اول مره قدموا حالهم كانوا متلبكين، وثاني مره لعاشر مره. الشيء الثاني اللي احنا ضفناه انه هذا المعرض جبنا عليه اخصائيين اللي هن عمداء كليات العماره والفنون بعده جامعات، وخليناهم يطلعوا هاللوحات لانه هدول الناس مشاركين باكثر عشرات المعارض. فاول ما اعطوهم ملحوظات للطلاب خلوا الطلاب نفسهم اللي هن راسمين هن يحملوا لوحاتهم ويعلقوها بالطريقه اللي بتجيب لفت نظر اكثر، من حيث الزاويه اللي فيها اضاءه، من حيث الزاويه اللي ممكن تطلع فيها الشمس، كيف تنعرض اللوحه، كيف بيطلع المتلقي اول ما يفوت على المعرض. فهي التجربه عاشوها الطلاب، يعني عاده في ناس بتعلق اللوحات وهن بيجوا بيحكوا عنها، لا هن عاشوها من لحظه اعداد المعرض للحظه تغطيه الجدران للحظة كيفية العرض وتسليط الأضواء عليها للحظة استقبال الضيف من الباب. حتى هي البروتوكول استقبال الضيف، تشرف السيد الوزير التربية وتفاجأ يعني فيهم إنه كلياتهم وأثنى عليهم كتير وعطى ميزة لهذا المعرض إنه إن شاء الله هلا عم يتم تدارس الموضوع إنه هذا الطالب يقدر يبيع لوحته ويجني من وراها حق المواد على الأقل بحيث إنه يستمر، وممكن كمان يدفع عائد للمعهد يكون هو سند للمعهد اللي سنده وعلمه لمدة سنتين بيساهم بالمواد، مو لقله يمكن للطلاب اللي بدهم يجوا بعده بحيث انه يتوسع افاقهم. بتعرفوا انتم احيانا الموارد ممكن تكون محدوده، ولكن مع انه الطالب يحس انه لوحته صارت عم تجيب ارباح فهذا الشيء بيعطيه حافز انه يستمر بعمله، بيعطيه دافع لقله انه انا صرت رائد عمل، انا ماني طالع ادور على اني يكون موظف او مثلا استاذ اعتيادي داخل اي مدرسه من المدارس، لا احنا تحويل التفكير هذا من تفكير انسان موظف لتفكير انسان ريادي، هذا هو اللي عم نشتغل عليه، انه نحن نحس حالنا ما لنا عبء على سوق العمل، نحن نكون من ملاك سوق العمل ونحن نكون اصحاب عمل ونشغل ناس معنا، ما نكون عبء على سوق العمل ونكون نحن عم ندور على وظائف اعتياديه. كمان هون بدي اسالك دكتور منير، يعني اليوم الفكره بحد ذاتها هي مهمه للشخص يسقل خبراته وطريقه تعبيره، لانه دائما كنا بنسمع اذا انت كنت شخص كثير مبدع بس غير قادر انك تعبر عن ابداعك فانت خسرت 50% اول ما دخلت باي مكان مهما كان اختصاصك. فكيف بالاختصاص الفني اللي هو صعب وبده تذوق وفيه اراء كثير بتختلف، يعني مو كل شخص بيشوف الشيء بنفس الطريقه، وهذا يمكن جاوبنا عليه فرح اكثر اليوم، هل رح يكون في خطوات اكثر؟ يعني انا اليوم مو بس انهم يعبروا عن نفسهم، كيف ممكن ينتقلوا بهذا الشيء لعمل؟ هي خطوه كثير مهمه. هلا نحن في شيء كثير عم نشتغل عليه هو رياده الاعمال الرقميه، يعني عم ندخل مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تاخذ عنا الحمل الكبير اللي هو التسويق الرقمي لاي شخص. فنحن هلا لوحاتهم قبل ما يبلش المعرض صورناها واعطيناها ارقام، وصرنا نعمل فيها مثل ما نسميه بالاعلام نحن التيزرز، يعني ترقبوا شو بده يجي هلا، حتشوفوا مين صاحب هي اللوحات، فالناس كلها صارت متشوقه. تصوري انت من خلال رفع هذا المعرض باول ساعه اكثر من 18,000 مشاهده بخلال اول ساعه لمعرض، يعني كان ممكن يقعد كان اشهر يقعد المعرض ما يجيب 600-700 مشاهده. صحيح. الان من اول ساعه كل الناس من قد ما صار في عندها اسلوب التعاطي الرقمي والتواصل الاجتماعي، فهذا الشيء انعكس عليهم، هذا كثير مهم كمان، هن صاروا يعرفوا تماما هلا انه هن عندهم مساحة أوسع بكثير من أيامنا نحن. المساحة تبعتهم هي فضاء الرقمي، يعني بلحظة واحدة بده يكون عملك متميز حيجي ملايين المشاهدين قد لا يكونون محليين. صحيح. اللي ممكن تكون الناس عم تطلع عليك من عدة دول مختلفة وتقول إنه معقول هذا الفن عم يطلع فيه هذا الطالب، فهن هلا طلعوا على فضاء كثير كبير. هن هذا الشيء كمان اشتغلنا عليه إنه نحن لا ننسى أبدا لغة العصر اللي هي دائما مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا جزء صار كثير أساسي اللي نحن هلا عم ندرب عليه اللي هو التسويق الرقمي ورياده الاعمال الرقميه.
خلينا نختم بالجملة الأخيرة اللي حكيتها بالختام، من خلال التسويق الرقمي شو الجديد رح يكون القادم بالخطوات القادمة للشباب؟ وهيدا السؤال كمان لفرح، قديش مهم الاستمرار دعم لهدول الشباب ليقدروا فعليا يدخلوا بسوق العمل ويستمروا ويكونوا فعليا منتجين، لأنه عندهم طاقات ومواهب كاملة بتتفاجأ فيها اليوم. تمام. هلا الان سفرح انا طلعت منها جمله كثير حلوه بعد المعرض، انه قالت شكرا كثير دكتور، يمكن نحن لو ما عملنا هي الدورات التدريبيه ما كنا عرفنا تماما نعبر عن نفسنا، كنا نوقف صامتين امام اللوحه اللي هي لوحتنا ويكون عند الشخص المتلقي كلمات اكثر منها، بس هالمره فرح وزملائها هن اللي حكوا عن نفسهم تماما، لانه حطيناهم بجو المعرض، جو تجريبي. هذا الشيء كثير بحب لاحظ عليه واكد عليه، انه يجب ان يكون التدريب من بيئه العمل الحقيقيه، دائما الدورات الصفيه اللي هي بعيده عن واقع العمل ما بتعطيك هالنتيجه، هن عاشوا الجو، فتنا اشتغلنا بالمعرض تماما، وبنفس الوقت يجوا حكوا عن هي اللوحات. هالشيء طبعا هن مستمرين معنا، نحن يعني عرفانا بالجميل لوزاره التربيه انه استضافونا بموقع من مواقع مديريه التربيه لديوان، فنحن دائما عندنا المسؤوليه المجتمعيه لطلاب المعهد ولكل الطلاب، وغالبيه دوراتنا اللي عم بتصير هي مجانا وتطوعا، عم نعلم الاشخاص انه كيف يفوتوا على عالم رياده الاعمال وسوق العمل من قلب قوي، وليس من ناحيه انه هن ضعفاء مثل النوع اللي عم يعمل عمليه استجداء للوظيفه، لا، انا شخص وعندي امكانيات وقادر اثبت نفسي وحلاقي وظيفتي بالطريقه اللي انا بدي اياها. تفضلي فرح. نحن بهي التدريب اللي نحن حصلنا عليه صار عنا فكرة كيف نحن بدنا نحكي عن لوحاتنا بطريقة صح. قبل نحن ما كان عنا فكرة أبدا إنه كيف بدنا نحكي، كيف بدنا نجذب اللي بده يشتري اللوحة مثلا، كيف بدنا نوصل فكرة اللوحة اللي نحن منعبرين عن شخصيتنا فيها. فبالتدريب المناسب نحن حصلنا على المعلومات اللي بتتمحور على الشغل تبعنا واللي بتعطيه حقه وزيادة أكيد. التدريب يعني سمعت فرحة بتقول لا للعنصرية اللوحة تبعيتها، يعني هذا الشيء كمان ممكن أنتوا تدوروا على منافذ أخرى للاستفادة من مشاريع الطلاب، ما يكون فقط بس أنه أنا إذا حدا بده يشتري لوحة أو حدا بده يقيم فني. اليوم الفنون التطبيقية وفن الجرافيك وهي التفاصيل كلها بتدخل، صارت بالحملات الإعلامية، بالحملات التوعوية، حتى بالمسلسلات، بالدراما، بكل شيء صار ممكن لوحة تعبر عن ألف جملة وألف كلمة تنقال. صحيح كلامك بمحله كثير. نحن هلا باحد المشاريع اللي عم نعملها اللي هي لا للتحرش لا للعنف لا للتنمر كلياتهم، نحن طبعا نحن بنختار بعض اللوحات، وحتى هي طريقه تفسير للوحه، في شيء مثلا هي راسمته الآن سفرح بس مو عارفه، قلت لها انا كمتلقي عم شوف هون انه في مراحل تطور، انه من انسان ما عم يعرف يطالب بحقوقه لانسان ظهر بالالوان اللي هي راسمته الالوان الجريئه الحكي عنه الى انسان قوي وقادر يعبر عن نفسه. قلت لها هي اللوحه بكل سهوله ممكن تتماشى مع حمله لا للتحرش او لا للعنصر أو لا للضعف أو لا للخضوع للآخر. أنا في شغلة كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة في هون لكادر وزارة التربية، بدي وجه تحية لمديرة المعهد الأستاذة تغريد عثمان اللي سهرت ثلاث أيام ورا بعض عم تشتغل مع أساتذة المعهد العظماء الفنانين، عندهم لوحات راقية جدا عكسوا كل فنهم، فهذا عرفانا بالجميل لهم، وقفوا معنا عدة أيام، يعني مديرة المعهد كانت مثال نموذجي. أكيد نشكرهم كلهم. بتمنى من خلال منبركم إنه نوجه لهم هالتحية الكبيرة من طلاب من الأشخاص اللي استضافوهن، اللي احنا بنقول لهم هن جنود مجهولين، طلابهم هن رسائلهم لسوق العمل، هن اللي حيحكوا قديش تعبوا معهم، فكانوا راعين المعهد. أكيد تحية لكل العاملين كانوا في المعرض ولكل كادر المعهد، يعطيهم ألف عافية. أكيد بالختام بدنا نتشكركم، نتمنى لكم أكيد يكون في خطوات هامة لفرح بالمستقبل ومشاريع مميزة مع حضرتك الدكتور منير. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لكم لوجودكم.